الاشكال هو كونه اللي قلت انا قلت الجراند لين وهما فسروه هنا باش ما نطولش خاطر التفسير فهو باش نعاود الكلام مي سامبلومون باش نوضح للي متلقي توا كلامي وكلامهم هما اللي ماشي في نفس التوجه. بالنسبه للطريقه نتاع الساس اللي طالبوا منه باش يكون ديرير لي زاتاكون مي مش في لا بوزيسيون دي ديبار. واضح هي قراءات والمدرب كل اكسيون اللي يعملها يبدا ملكي منين يجي من الشيره اللي هو ني با كونترولي مي وقت اللي يلعب في البوزيسيون هكايا في نظريا اللي فاسيلمون ماركي ويلعب دو دو مي بار كونتر كي يجي من غاديكا يجي اون موفمون ماركا البونتو اون موفمون عمل اون دو اون موفمون خرج اون موفمون هذه نقطه. النقطه الثانيه ما وظفناهش مليح في المكان اللي حاب الرول هذاك يوسف اللي تحكي عليه ما ينجمش يعمله هو عنده ان رول ديفونسيف باش يرجع مع بن علي. سي سا لو فوتبول مي سي سا لو فوتبول سي سا لو فوتبول. هنا اش قلت لي دومينون تاع لي دو زونترونور لي دو زونترونور يسكروا تو لي اسباس على خاطر في لا فيرتيكاليتي اللي تحكي عليها انت وسورتو الاسبيران ظهرت ما لونترولونت في تخريج الكره. علاه فريد؟ على خاطر يا با ديسباس هنا والغادي وكيف الاسبيرانس وقت الكره تبدا عند الاهلي سكر لي اسباس. alors les deux entraîneurs dominant تاعهم هو هكايا وين عملوا لا ديفيرونس جماعه الاهلي وقت اللي يانو عاشور يعمل اكسيون انديفيديوال هنا في لا ديفيرونس. امام عاشور احنا شو اسمه اللي على اليسار معناه باش يعمل اكسيون انديفيديوال ما كملش ما لقاش سباس لانه هو كمل لكن الروح ديفونسيف اللي عمله امام عاشور واللي عمله بيرتيسا ومش هو بيدو اللي عمله غشه وعمله صحيح ساس. صحيح هنا قيمه التوظيف لا سامحني لا حسن التوظيف على المدرب واللعيبه نتاعو مش توظيف مش توظيف والاسباس القهوه اللي لقاش من الفرصه الوحيده لا سنة هنا الامور الفنيه اللي تضرب بار ديتاي انت بالنسبه لاسبيرانس باش تسكر كومبليتمون وتفك الكره تفكها في 30 متر نتاعها مي بار كونتر شو اسمه الاهلي كي تفك الكره تفكها شويه لفوق على هكا ترى لي دو ما يوخروش التالي. واضح جدا يا سي يوسف هما بيدهم. واضح قراءه مفصله لمباراه الترجي والاهلي مره اخرى. مبروك للاهلي وحظ اوفر للترجي الرياضي التونسي اللي قلت رغم النقائص الكثيره اللي عمل فاينل في رابطة ابطال افريقيا ولكن النقطه المضيئه للامانه في الترجي الرياضي التونسي هي أمان الله مميش اللي اختاروا الاتحاد الأفريقي كأفضل حارس في هذه المسابقة الأفريقية